OK. La première question, créer les vecteurs. Ce sont des vecteurs lignes, hadou kamel. Naaf comment créer des vecteurs lignes? Les éléments dir binatam des espaces voilà virgule. Hada makan. Les vecteurs lignes. Hakda. Hna wach zed? Hna zed haja ismaha t. T hadi fi limat wach hiya? Transposé. Transposé de vie 3. Transposé wach hiya? نسموه المنقول ان فيكتور يعني يكون فيكتور لين نقلبو فيكتور كولون واضح هذا في الرياضيات بصح في المطلب ما نكتبش تي نكتب ابوستروف ابوستروف هذه من جايه في لاتوش 4 في لا دوزيام لين في لاتوش 4 كاينه قدامها الابوستروف هذه ندير الابوستروف هذا ما كان هاد لي فيكتور نكتبهم في المطلب يعطيهم لي يعطيني لي ريزولتا اوكي لا دوزيام كاستيون كري لا ماتريس ا1 من بعد اكسري لا دوزيام لين دو ا1 شفنا لا فوا باسي كومون اكسري لي لين اي لي كولون هكذاك كومون اكسري لي لين اي لي كولون نشرح هذا الشيء باش نقرا لا لين لا دوزيام لين ندير ا1 اونتر بارونتيز هنا واش عندي هنا عندي لي لين وهنا لي كولون دائما هكذا لين كولون لين كولون قال لك كان لين نحتاج لا دوزيام لين لي كولون ما حددتش ندير لوبيراتور دوبل بوان لوبيراتور دوبل بوان هكذا قريت لا دوزيام ليني واضح لو كان نبغي نقرا لا دوزيام كولون في لا كيسيون هذه تري بيان تري بيان اوكي لا كيسيون سويفونت اكسترا لو بلوك ان بلوك يعني بليزيور زيليمون من لا ماتريس واش فيه لي زيليمون هذو ا اي جي ساشون كو اي ايغال ا 2 او 3 جي ايغال 2 او 3 نشرح هذا الشيء نشرح هذا الشيء نجي هنا ونشرحه هذا لا ماتريس راهي من الشكل ا1 ايغال ا1 ان 2 ان 3 ا 2 1 ا 2 2 ا 2 3 3 1 3 2 اي ا 3 3 هكذا ساشون كو شاكيلي مو عنده لا فالور نتاعو هذا واش عنده فالور 5 هذا واش عنده فالور 11 واضح هو قال لك اعطيني ان بلوك اللي فيه لي زيليمو اقرا لي لي زيليمو ا اي جي هذو اللي عندهم الاي و جي تاعهم سواء ايغال 2 ولا 3 واضح الاي تكون 2 ولا 3 جي تكون 2 ولا 3 يعني اللي يكونوا فيهم الاي ايغال 1 ولا جي ايغال 1 ما نديهمش واضح يعني اللي يكونوا فيهم اي ايغال 1 ولا جي ايغال 1 ما نديهمش واضح واش ندي ندي هادو فهمنا علاش دينا هادو باسكو الاي والجي تاعهم سواء 2 سواء 3 راهي سواء 2 سواء 3 على هذا اللي ديت البلوك هذا راه يقول لي اقرا لي هذا البلوك كيفاش نقراه له بلوك هذا درك في المطلب كيفاش نقراه نقراه بالطريقه هذه ا1 2 3 2 3 وقلنا المره اللي فاتت نقدر نشوف هذا الشيء هو الانترسيكسيون بين La deuxième ligne, la troisième ligne et la deuxième colonne et la troisième colonne. Je fais l'intersection en ra. Talab, je fais l'intersection. C'est le bloc. C'est ce que je vais faire. Je vais faire tout de suite. 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 Créer la matrice unité. Où est la matrice unité? شكون يقولنا لا ماتريس يونيتي واش هي؟ لا ماتريس يونيتي هي لا ماتريس لي زيليمون تاعها كامل هما ديزا واضح؟ دور دركات اش معنى دور دركات؟ يعني عندها نومبر دلين كات نومبر كولون كات يعني لا ماتريس هذه واش هي؟ ماتريس يونيتي دور دركات هي هذه هذه هي لاماتريس يونيتي دور دركات لو كان نبغي نكتبها في المطب نقدر نكتبها نكتبها ويعطيني لاماتريس واضح هو قال لك ما تكتبهاليش بالطريقه هذيك تاع دير لي زيليمون تاع لي دالي ندير بيناتهم اسباس ومن بعد بوان فيرغول دوزيام لين بوان فيرغول تروازيام لين قال لك اكتبها لي اونتيليزو لا كوموند وانس
once هذه جاية من وان واحد once. لا كوموند once هذه لو كان نبغي نشوف كيفاش نستعملها في الماتلاب واش ندير؟ نبغي نسقسي الماتلاب واش ندير؟ help once. اوكي راح يقول لي كيفاش نستعملها once استعملها بالطريقة هذه. نمبر دلين نمبر دو كولون نمبر دلين نمبر دو كولون نمبر دلين واش هو؟ نمبر دو كولون واش هو؟ كات كات واضح؟ La question suivante, créer la matrice 0. Matrice 0 ou la matrice nulle. Ou si la matrice 0 ou la nulle, les éléments de la 0. Les éléments de la 0. Ok? Ou si les dimensions de la très bien. 5 et 2. En utilisant la commande, zeros. Alors, next step, zeros. Entre parenthèses, nombre de lignes, nombre de. كولون واضح الطلبه دوك راني نشرح لكم باختصار هكذا كملوهم تروحوا للميكرو نبداو نخدموا خطوه بخطوه نعاودوا نرجعوا لها واضح اوكي تروفي لا ماتريس انفيرس دو ا ا لا ماتريس ا ا ولا الانفيرس دو لا ماتريس ا ا كومو كالكولي لا ماتريس انفيرس كيفاش نحسبوا لا ماتريس انفيرس يا هي ا على بوزيسيون سموين زعما كيفاش نحسبوها كي نعطيك انا ماتريس ا نقول لك احسب لي الانفيرس تاعها كيفاش تحسب ما تفكرتوهاش هو واحد على اوكي هذه 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 عاودوا رجعوها اريفيزي اريفيزي عاودوا رجعوا للكور تاع الجبرينيير وتفكروها مش مليح تفكروا هذا الشيء في المطلب ما راناش رايحين نحتاجوا هذا الشيء رايحين نحتاجوا الانستركسيون انف انف هذه تحسب لي الانفيرس كيف نستعملها مباشرة انف اونتر بارونتيز لو نو دو لا ماتريس يحسب لي واضح لا كيسيون سويفونت كيسيون نيمير 3 كري لا ماتريس اس من بعد فيريفي كو لو ديتيرمينون دو اس ني با نول كومو كالكيلي ديتيرمينون كيفاش نحسبوا الديتيرمينون à réviser, à réviser, à réviser. هذه راجعوها ثاني تحتاجوها. ها هذه à réviser. في المطلب راح نستعملوا الانستركسيون راح نستعملوا الانستركسيون هذه. ديت كيف نستعملها بطريقة هذه. ديت of the name of the matrix. S يحسب لي. واضح؟ يحسب لي. أوكي. Ensuite, la question suivante, c'est vérifier que S est une matrice symétrique. Qu'est-ce qu'une matrice symétrique? Matnadra, ou je m'en ai matnadra, ou alors qu'est-ce qu'une matnadra? Les m'daimen, on tibbe à la s'il est à l'aïhagda. Mais il dit que l'ouahad roi oubili raha araf, les m'daimen, il y a aussi un nihet, il tibbe à l'aïhagda. Voilà. Matnadra ou chier matnadra. وكتاش تكون متناظرة؟ دياغونال صحيح وكتاش تكون متناظرة بارابور دياغونال يعني وش معناها متناظرة بارابور دياغونال؟ صحيح معناها لي زيليمو هذو على حسب ما راني فيهم انا معناها لي زيليمو نتاعها ايغال ا G I يعني لو كان دي A 1 2 نلقى هو A 2 1 نفسه A 1 2 هو A 2 1 هكذا A 2 1 هو A يا هكذا مثلا ثاني بالنسبة لهذا الشيء زيدوا ريفيزيو هذا الشيء ماتريس سيمتريك ريفيزي A ريفيزي A ريفيزي قال لك اسمه اوكي الماتريس سيمتريك كي نديرو لا ترونسبوزي نتاعها الماتريس تكون سيمتريك كيما هذه هاي متناظره بارابور دياغونال انه لايك ذيس بارابور دياغونال نشوفو فيها متناظره والدياغونال متناظرة ها
ها لو كان نديرو ترانسبوزي تاعها ترانسبوزي ماشي هو ترانسبوزي ترانسبوزي لا ماتيس لا لين ترجع كولور لو كان نديرو ترانسبوزي لهذه هتبقى هي نفسها تبقى هي نفسها باسكو سي تي ماتيس سيميتريك لو باش نتاكد سي تي ماتيس سيميتريك ندير اس موا موا اس بريم واش تمدلي لازم تكون سيميتريك واش تمدلي 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 زيرو هكذا تمدلي زيرو تمدلي ان ماتريس نيل فيها لي زيرو الماتريس نيل فيها لي زيرو على حسب لا ديمونسيون تاع الاس اس 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 واضح الطلبة؟ اوكي من بعد من بعد لا كيسيون سويفونت لا كيسيون سويفونت كالكولي لا تراس نصح هذا الشيء كالكولي لا تراس هذه غلطه لا تراس كي لا سوم دو كالكولي لا تراس دون ماتريس سي كوا لا تراس دون ماتريس هنا يقولنا سي كوا لا تراس دون ماتريس لي تفكر تفضل لا تراس دون ماتريس هو لا سوم دي زيليمون كي سو تروف دون لو دياغونال شفتو دياغونال ها وراه لا سوم دي زيليمون هذوك المجموع نتاعهم ايغال لا تراس يعني لا تراس دو لا ماتريس اس هو 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 ايغال 8 لا تراس دو لا ماتريس اس هو 8 نعاود هو لا سوم دي زيليمون كي ستروف دون لو دياغونال مجموع العناصر الموجوده في القطر هذا هو لا تراس دو لا ماتريس واضح لو كان نبغي نحسب هذا الشيء في المطلب كيفاش ندير كيفاش ندير نجي هنا ندير ان فيكتور في نحط فيه لي زيليمون دي دياغونال هامليك ومن بعد نحسب لا سوم نتاعها سام هذه تحسب لي لا سوم هاي عطاني الانستركسيون هذه هاي شفناها سام تحسب لي لا سوم يعني ندير سام اوف ذا فيكتور تهز لي زيليمون اللي موجودين في الفيكتور ودير المجموع نتاعها فهمنا فهمنا اوكي هذا لو كان نبغي نحسب لاطراس كيما نعرفها انا يعني بار ديفينيسيون هنا لو كان نحسب تعطيني نتيجه 8 واضح وكاينه ان كوموند مطلب واجده اسمها تريس trace the name of the matrix يحسب لك لو كان نطبق هذه نلقى نفس النتيجة هذه بطريقة مباشرة يعني هذه بطريقة غير مباشرة يعني par definition هذا كش معناه هذا الشيء وايد ما بديتكم تصيري يا انتم اللي جيتوا متأخرين هاك تفضل انت يعني بدي زميل مد زميلك واحدة واحدة لا كيسيون نيميرو 4 لا كيسيون نيميرو 4 سوا لا مات لي دو ماتريس بي اي سي شفناهم بي سي تقدروا تكتبوا دي نوت الطلبة وانا نهضر وانا ندير دي نوت هنا تقدروا تكتبوهم عندكم في الوراقي باش ما تنساوش تهز ستيلو وتكتب هكذاك طري بيان هز ستيلو ودير الكاي تاعك وكتب لا كيسيون نيميرو 4 عندنا دو ماتريس ندير لا ديفينيسيون تاع لي دو ماتريس هادو ومن بعد ندير لا سوم تاعهم وندير لا ديفيرونس لا كيسيون سويفونت فيريفي كو لو برودوي ماتريسيال نا با دو سونس واش هو لو برودوي ماتريسيال هو هنا هو بي فوا سي قالك فيريفي بلي هذا الشيء نا با دو سونس ما عندوش معنى لو برودوي هذا ما عندوش معنى وين يقول لي علاش ما عندوش معنى هذا لو برودوي بي فوا سي قال لك هذا البرودوي ما عندوش معنى علاش لانه عندنا في الكالكول ماتريسيال باش ندير لو برودوي دو دو ماتريس ولا اونتر دو ماتريس عندي واحد الشرط كاين شرط باش نضرب ماتريس في الماتريس كاين شرط اللي هو لازم لو نومبر دو ليني في لا بريمير ماتريس هو لو نومبر دو كولون في لا دوزيام ماتريس فكرتوا الشرط هذا طريب يعني عدد الأسطر في المصفوفة الأولى لازم يكون هو عدد الأعمدة في المصفوفة الثانية هذا الشرط ما راهش متحقق
هنا ما راش متحقق وبالتالي هذا البرودوي ما عندوش معنى ما با دو سونس هكذاك اوكي لا كيسيون سويفونت كالكولي لا ماتريس دي تيل كو ليليمون دي اي جي في لا ماتريس دي هو لو برودوي انتر ليليمون بي اي جي اي ليليمون سي جي هنا راه يحكي على برودوي سميناه شكون اللي قلنا هذا واش سميناه إليمون بار إليمون، لو برودوي إليمون بار إليمون، وهنا راه يحكي على ديفيزيون إليمون بار إليمون، هنا راه يحكي على لا بويسونس إليمون بار إليمون، واضح؟ كي نقول إليمون بار إليمون نسبق لو بوان برك قبل لوبيراسيون، واضح؟ قبل لوبيراسيون، نعاود نشرح واش معنى إليمون بار إليمون كما قلت المرة اللي فاتت، لو كان ندير لو برودوي entre B et C, produit élément par élément. Je vais vous donner une nettoie. 0 fois 1, moins 1 fois 2, moins 3 fois 3, moins 2 fois 3, et 0 fois 4, etc. Alors, on a dit que c'est le produit élément par élément. La division élément par élément, c'est comme ça. هذه ديفيزيون إليمون بار إليمون واضح بويسونس إليمون بار إليمون يعني هكذا فهمنا ها فهمنا إليمون بار إليمون هذه راهي لا بويسونس هذه راهي لا بويسونس Ok. La question numéro 5. Créer les deux matrices A et B. Mbad. Calculer le produit AB. Fait l'affectation à une matrice B1. B fois A. Puis calcule la taille de P1 et P2. Hein, en utilisant la sélection size. L'affection stammer size. Size of. The name of the matrix. شفنا؟ اوكي. La question numéro 6. الهدف هنا بشوية باش يكومباري هذه مع هذه. يقول A فوا B ماهيش هي B فوا A. هذا ما كان. Créer la matrice suivante. سي هذه. Calculer la valeur max de C. La valeur max de C est l'élément le plus grand. La matrice, il est où là? 4. Très bien. En utilisant l'instruction max. Next step. Max of C. Max of C, il y a des gens qui ont fait le matin, 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 بعد نشوفوها تشوفوا في الميكرو نقول لكم علاش نفس الشيء بالنسبه للمين ثاني ما تمدلكش لي بتيت فالور هذه تمدلك حاجه اخرى لازم واحد لا موديفيكاسيون لا كاستيون سويفونت فيريفي لي انستركسيون هذه ماكس هذه اكتبها وشوف الريزولتا واش هو زيد اكتب هذه شوف لي ريزولتا واش هو قارن بيناتهم زيد شوف نفس الشيء بالنسبه لل مين واضح هذه ما راهش تبان لكم الشكل هذا ما راهش يبان لكم راه يبان لكم هاي يبان لكم مربع هذا راه لي دو زاكولات واضح راه لي دو زاكولات هذا مكان لا دينيير كيسيون كالكولي لو رون Le rang de la matrice. C'est quoi le rang de la matrice? In English, we call it the rank of the matrix. Donc, on va voir comment. Je vais voir le rang de la matrice. Le rang de la matrice, c'est le nombre des lignes ou des colonnes de la matrice qui sont linéairement indépendants. À tout le monde, ou à l'amida, le mustaqil, c'est le rang. الأسطر أو الأعمدة المستقلة خطيا هذا هو لوران
de la matrice. بالانجلي اسمه rank وكينا في المضرب كينا in instruction اسمها rank يعني نكتب rank of c يمد لي هذا الشيء يحسب وحده يهز ليلين يكمباريهم مع بعضان يشوف وينهم اللي كي سون لينير مو انديبوندون مستقلين خطيا الاول مع الثاني الاول مع الثالث الثاني مع الثالث يكمباريهم ويشوف النتيجه اللي لقاها يمدها لي واضح وي اللي لقاها النتيجه اللي لقاها يمدها لك نشوف هذا الشيء هنا راني في الماركبوكس دوت كوم في الويب سايت تاعهم هذا الموقع تاعهم اوكي عنده الانستركسيون دي رانك ولا ان فونكسيون رانك اسمها باش تلقى رانك اوف ماتريكس كيفاش نستعملها رانك اوف ذا نيم اوف ذا ماتريكس يحسب لي رانك ويمدوا لي ديسكريبشن هذا الشرح اللي كنت نشرح لكم The rank function provides an estimate of the number of linearly independent rows or columns of a full matrix. كيما كنت نشرح لكم يمد لي عدد الأسطر ولا الأعمدة المستقلة خطيا هذا هو rank of matrix واضح؟ نرجع وين كنت؟ نرجع وين كنت؟ حسبنا the rank of the matrix بقالي لاطراس دون ماتريس قلنا سيكوا لاطراس دون ماتريس وين اللي عاود يقولنا وش هي لاطراس دون ماتريس؟ تفضل لا طراز ديال الماتريس هو قلنا له نو لا سوم دي زيليمون كي سو تروف دون لو دياغونال لا سوم دي زيليمون كي سو تروف دون لو دياغونال مجموعة العناصر الموجودة في الحالة هذه هو في الحالة هذه وش لوران طيب يعني هو 2 بلس 3 بلس 4 إيجالا نيف أوكي يا طلبة تخدروا دوك تروحوا للميكرو وتبدأوا تخدموا